هيدا نبيد دير حماتورة، نبيد لبناني من أجود أنواع النبيد بلبنان، وأكيد يعني النبيد اللبناني من أفخر أنواع النبيد بالعالم، وهذا الشيء تاريخي يعني من أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد. الآثار بكل القلاع والآثار اللبنانية كان موجود معاصر للنبيد ومخازن للنبيد، مشان هيك في خبرة لبنانية قديمة بصناعة النبيد، ومشان هيك هو بينافس النبيد العالمي. هيدا النبيد، نبيد حماتورة، أنا شخصيا بحبه كتير لأنه بيعملوه رهبان الدير بطريقة كتير بروفيسيونيل. وأكثر من هيك يعني ريحته أنا بحبها، ريحته هيك بتاخذني دغري، بس بمجرد ما إني شم ريحة النبيد بياخذني على كروم جبل لبنان. هيدا الجبل يلي بيقول عنه، كان بيفوت عليه النبي موسى، بيقول عنه الرب، بيقول له انه اياك وهذا الجبل، هذا وقف لي. فجبل لبنان هو جبل الرب، وكل شيء فيه هيك مبارك ومقدس ومميز فعلا. واعتقد مشان هيك ما بلاقي اطيب من النبيد اللبناني، وتحديدا نبيد دير حماتورة.